والآن مشاهدينا مع أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وميرفت المليجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيديوغراف على صفحتها الرسمية الفيسبوك بمناسبة مرور 7 سنوات على صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 9 أغسطس من عام 2015. يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات جغرافية وإمكانات تؤهلها لمنافسة المناطق الاقتصادية العالمية. قامت المنطقة الاقتصادية للقناة خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2020-2025 بمراحلها المختلفة، وقطعت شوطا طويلا في تطوير وتجهيز الموانئ وفق أحدث النظم العالمية وإمدادها بالمرافق اللازمة، وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي والخدمات المقدمة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار. في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع البترول، شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع اتفاقية لتطوير نظم ممارسات السلامة في قطاع البترول. الاتفاقية تتضمن التعاون في تنفيذ مبادرة لإطلاق مركز تدريبي متطور للسلامة في قطاع البترول وفق أحدث المعايير العالمية لممارسات السلامة، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية. يستهدف المركز التدريبي المتطور للسلامة العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة الإنشاءات فقط. إلى البورصة المصرية والتي أنهت مؤشرات جلسة اليوم على تراجع جماعي بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضية. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,047 نقطة متراجعا بنسبة 78% ليصل إلى مستوى 9968 نقطة. كما فتح مؤشر الأسهم أو المتوسطة EGX70 عند مستوى 2011 نقطة متراجعا بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة. أما مؤشر EGX100 فتراجع بنسبة 2938 نقطة بنسبة تراجع وصلت ل 69% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرش للشراء، أما اليورو فسجل 19 جنيه و54 قرشا للشراء و19 جنيه و63 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و12 قرش للشراء و23 جنيه و22 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5.19 جنيه قرش للشراء و5.22 جنيه قرشا للبيع، والريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع. توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية والطلب كذلك على المنتجات البترولية في العام الجاري 2022 مع نمو الاقتصاد. وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع إلى 11.86 مليون برميل يوميا في العام الجاري 2022 مقارنة بنحو 12.2 مليون برميل يوميا في العام 2019. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى
في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 19.7 مليون برميل يوميا في 2021، يصل إلى 20.3 مليون برميل يوميا في عام 2022. انخفضت الأسهم الأوروبية، بينما ينتظر المستثمرون في حذر شديد بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً بنسبة 0.6%، محياً كل مكاسبه تقريباً والتي سجلها في أفضل جلسة له في أسبوعين يوم الاثنين. هبطت أيضاً أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد كالتعدين وصناعة السيارات بعد أن كانت بين أكبر الرابحين في الجلسة السابقة، وخالفت أسهم البنوك الأوروبية اتجاه السوق لتغلق مرتفعة بنسبة 1.1%. أغلقت الأسواق أسواق الأسهم في منطقة الخليج متباينة قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة أم لا. وارتفع المؤشر السعودي 0.3%، كما تقدم مؤشر دبي ب 1.1%، وصعد كذلك مؤشر أبو ظبي ب 0.2%. في المقابل انخفض المؤشر القطري ب 0.3% في ختام التعاملات. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.